ثابت هي العام لسجون الإصلاح على تنظيم أيام قرطاج السينمائية، ونحن الآن في الدورة السابعة لأيام قرطاج السينمائية، وذلك بالشراكة مع الأو إم سي تي وهي المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وإدارة أيام قرطاج السينمائية، وذلك لتكريس حق السجين في مبدأ الحق الثقافي والأنشطة الثقافية والتظاهر، وذلك في إطار انفتاح على المحيط الخارجي. ما نقولش ينجم يجوني الحدود والفواصل الجميلة تحيا تونس، ما نقولش نجم القاهرة فيها. أنا متأكد اللي فما واحد ما عجبوش الفيلم. وكان ينجم يكون فيلم خير من هكا برشا. ومن أثار هذه العروض السينمائية تنمية الوعي الثقافي والنشاط والتوعوي للسجين، وأيضا لمزيد تكريس مبدأ المواطنة لدى السجين، وأيضا لخلق مساحة حرة للتعبير عن حقوقه وعن واجباته وعن آرائه وأفكاره، وبالتالي يصبح المؤسسة السجنية من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاح وتأهيل. أول فيلم دوكيومنتير نعمله معناها إيميرسيون في واقع وحبينا معناها فريمون بالكاميرا نتابعوها في مراحل من حياتها، مراحل تكون يسمى الكاميرا في بالها. ليكش البصمة نتاع الرجال العمري، ماذا بيا إذا كان أنت مادام رجاء شفت البصمة نتاعك موجودة جاوب. هذه حياتي يعني كان ما عجبتكش الحق اللي حياتي خايبة. ميرسي بوكو غفران على أنت رجعتني للموند اللي نعيش فيه برا، زياد الرويني ومدام سعدية اسمع لك وكل السيناسيون الكل نعرفهم. عملت بروجيكسيون باهية على الانوار، حبيت تثبت وجودك. حاجة باهية، حاجة تشجعك عليها ممكن ياسر، لكن تحس روحك دون زمومون فك تدور في حلقة، تحس روحك تقول يا أخي أنا نعمل في الصحيح ولا قاعد متهول، كما يقولوا لك راه باص تقول لك يا أخي البنت قاعد تعمل. والله برافو برافو مدام رجاء. فيلم يتطلب بانجاج واحد اخر، لغه سينمائيه خاصه بالشريط الوثائقي. عندي تجربه قبل في سجن مرسي في هذيك الفيبريز مع جمعيه اخرى، كانت كيف عملت نقاش مع افلام. هذا بالنسبه لي مهمه ياسر، فما جسور نتاع تواصل بين مختلف في المجتمع، واذا نحكيو واذا نتفاعلوا واذا نتناقشوا مع بعضنا مهما كانت وضعي. حاجة أخرى ممكن زادة كانت صدت لضيئة من هنا، نجم تعمل مش أفلام، ممكن نجم تعمل مسلسلات ولا برسمي. شوف حياة إنسان، أي إنسان، أي إنسان ليش بدأت تخرج فيلم من حياته، فيلم يبكي ويضحك يعمل برشا حاجات. أنا السجون نحن نعرف أن في السجون فما مظالم، ومكثرية المساجين اللي موجودين يحسوا بالحقرة ويحسوا بالنظرة الدونية كي يخرجوا، والديسكريميناسيون أنا وكالنظرة الخايبة اللي حكيت عليها أنا قبيلة في الديبار هي نفسها يحسوا بها وقت يخرجوا من السجن. دونك بالنسبة لي أنا هذوما أكثر ناس ينجموا يفهموني ويفهموا الرسالة نتاعي.